لكن هسأل حضرتك على الكلام اللي قالوه فيما هو متعلق بتهريب الأرز، وفيما هو متعلق بالكلام اللي قاله سيادة النائب عبد الحميد الدمرداش إن احنا محتاجين نستنبط أصناف جديدة تزود إنتاجية الفدان وبالتالي تعود بالربحية على الجميع. والنقطة الثالثة اللي عايز أتكلم مع حضرتك فيها ما هو متعلق بأن الفلاحين بيشتكوا دلوقتي بيقولوا مفيش مبيدات ومفيش المية قليلة. يعني نبدأ حضرتك زي ما تفضلت، يعني اتكلم في النقطة الأولى، هل السعر اللي هو 2400 و2000 الحبة عريضة والرفيعة 2300 مرضي ولا لأ؟ زي ما تفضل عبد الحميد بيد مرداش وقال إن السعر ده يعتبر سعر مرضي، يعني ما فيهوش خسارة على الفلاح. لما تشوف التكلفة الاقتصادية بتاعت الفدان بيكلف قد إيه، وإحنا على فكرة الرز في مصر بيوصل الإنتاجية بتاعته رز شعير لأربعة طن للفدان. فلما نيجي نحسب الكلام ده هتلاقي ان مع اجمالي التكلفه هتلاقي ان فيه هامش ربح قد يصل الى 2500 جنيه على الفدان كربح. الكلام ده برضو عشان نبقى واضحين، لو انت رفعت السعر ازيد من كده، لان هي منظومه، ده ارز شعير لسه بيخش على مضارب بيتحول الى ارز ابيض وبعد كده بيبدا يوصل للمستهلك. لو السعر عالي، السعر هيعلى برضو على المستهلك النهائي، يعني سعر كيلو رز هيبقى عالي على المستهلك النهائي. طيب الكلام بتاع التهريب بتاع طبعا الحكومة أخذت قرار بمنع تصدير الأرز هذا العام، وعلى ما أعتقد أن القرار ده هيبقى مشدد، عشان لو حصل إحنا كل الهدف أن نكفي احتياجاتنا الاستراتيجية من هذا المحصول كاكتفاء ذاتي، ونمنع القصة ونخلي كمان في احتياطي مخزون احتياطي استراتيجي، على ان المساحة اللي هتتزرع ان شاء الله العام القادم هتبقى المفروض قليلة، وفي تشديد على الكلام دوت. اما بالنسبة زي ما تفضل حميد بيه قال، طبعا ده جزء مهم جدا، البرامج الخاصة بالتربية اللي خاصة بمحصول الرز. على فكرة مصر من ضمن المحاصيل واخدة من ضمن الدول على مستوى العالم اللي واخده تميز في انتاجيه محصول انتاجيه الوحده الانتاجيه لمحصول الرز. الاصناف اللي هي جاري دلوقتي استنباطها من خلال مركز البحوث، تم استنباط صنفين الاصناف دول شبه متحمله للجفاف، وفي نفس الوقت بتبقى مبكره في النمو، يعني بتقعد فتره اقل، وهذه الفتره الاقل نقدر نوفر بيها كميات ري. الحاجه الثانيه برضو الاصناف الهجن، وده دور اساسي لمركز البحوث، ان هو ينتج اصناف هجن عشان تبقى الانتاجيه بتاعتها اعلى، والاصناف اللي هي مقاومه للاصابه باللفحه عشان تستحمل الظروف ونقلل من استخدام المبيدات في نفس الوقت. اما بالنسبه ان هل هناك مشاكل في المبيدات في الارز، انا اعتقد ان هذا العام لم يكن هناك اي مشاكل كمبيدات او كامراض وضحت على محصول الأرز. والمبيدات الخاصة دي هي وزارة الزراعة، دورها وزارة الزراعة ليست منتجة للمبيدات، ولكن دورها بيقتصر على الرقابة على جودة وانتظام توزيع المبيدات على مستوى الأسواق المختلفة، عشان لو اكتشفت أن في مبيد مغشوش أو مبيد غير مسجل بتبدأ تمنعه تداوله وتبدأ تحاكم هذه العملية. طيب هم دلوقتي بيقولوا ان هي مغشوشه، يعني يعملوا ايه؟ ممكن ارد ولا؟ ما هو بقول لحضرتك هذا الموسم في رقابه، دور وزاره الزراعه بالنسبه للمبيدات هو الرقابه المشدده، بيبقى في حملات، هذه الحملات بالاشتراك مع شرطه المسطحات والبيئه بتلف على الاماكن بتاعه تداول المبيدات والمخصبات، وبتبدا تشوف اي مبيدات تحس ان هي فيها مغشوشه او كلام ده بيتم التحفظ عليها ويتم عمل بيها قضايا. والسنه دي حصل يعني في حملات على طول مستمره للكلام ده، لكن لم تحدث مشكله مرضيه ملحوظه او مشكله ان مبيدات اترشت على المحصول وما جابتش نتيجه هذا العام. تمام.
في سؤال تاني للرز ولا انقل على القصب؟ لا بص حضرتك في حاجتين يعني. حقيقة هو بيطمننا ان هو المفروض انا حاسب متوسط انتاجيه الفدان 3 طن ده متوسط. الحقيقه الدكتور احمد وراجل محترم جدا وراجل من احسن الناس الموجوده حاسب على 4 طن الفدان. 4 طن الفدان في 1,800,000 يعني بيعمل لك حوالي 4 مليون طن و300 الف والاستهلاك 3,600 هيبقى عندك فائض 700,000 بتاع وده كويس يعني. لكن انا يهمني لما تيجي نحسب حاجه عشان حتى صاحب القرار يقدر ياخده ابقى اعرف المساحه قد ايه والانتاجيه المتوقعه قد ايه، لان بدون هذا الكلام وما عملش مغالاه في الموضوع ما عرفش مغالاه ولا مغالاه قوي ولا تحت خالص ولا تقليل. يعني لكن لازم عشان كده التصوير الجوي، انا بعيد تاني التصوير الجوي على مستوى مصر كله لازم القوات المسلحه يا اما تشوف ونجيب حد من بره ناخد القمر الصناعي ويجيب لنا تقريبا الكميات المتزرعه قد ايه. بقول لحضرتك في الاقمار الصناعيه تقدمت لدرجه انها ممكن تجيب لك الانتاجيه قد ايه، فمش محتاج كل هذا الموضوع. الحاجه الموضوع الثاني الاخير في عمليه الكسر الرز، انا ما اعرفش ليه هم القرار طلع بعدم تصدير الرز وعدم تصدير كسر الرز. كسر الرز ده طبعا ما حدش بياكله هنا في مصر، وهو بيستخدم في عمليه تبييض الملابس لما يجي بيتصدر، بيستخدم في علف الاسماك علف الحيوان الخميره البيره كل هذا الكلام بيستخدمه فيه. لكن احنا عندنا حوالي مثلا 700,000 طن بيطلعوا في السنه، فانت وانت تقدر تصدر حوالي 115,000 طن لانك انت معفي من اما تيجي تصدره لاوروبا معفي من اي جمارك على هذه الكميات. فانا برضو يعني انا موافق تماما عدم التصدير لحد ما في فائض بقى والدنيا تبقى وما يحصلش زي السنه اللي فاتت. لكن طب كسر الرز ليه ما تعملوا ايه في كسر الرز؟ يعني هتعملوا ايه بقى يا فندم في كسر الرز دكتور؟ ليه ما تسمحش للتصدير؟ الرقم والله انا متوافق يعني انا متفق مع عبد الحميد بد مرداش في قصه الارز اللي هو كسر الرز. يعني طالما ان الدوله بعد ما الدوله تاخد احتياجاتها كلها الاستراتيجيه ويبقى في مخزون استراتيجي احتياطي ممكن كسر الرز يعاد النظر في الكلام ده في تصديره. طب كويس والكلام ده طبعا بالتنسيق مع وزاره التجاره والصناعه ووزاره التموين. التقينا في نقطه مهمه. انا سعيد جدا بالعصف الذهني اللي حاصل ده ما بين النائب والمسؤول. بس انا عايز اقول حاجه.